السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها المشاهدون الكرام من أمام الكعبة المشرفة في هذا النقل المباشر لشعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام عبر قناة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا النقل الذي تعيشون فيه معنا طرفا من الأجواء الإيمانية التي تغمر أرجاء البقعة المباركة، ونسجي لكم فيه فيضا من مشاعر السكينة والفرح بنعمة الله التي يهنأ بها المسلمون هنا أمام الكعبة المشرفة وفي كنف بيت الله. اليوم هو السادس من شهر رمضان، من شهر الله المحرم عام 1446 هجرية، وهذه إطلالة نطل فيها معكم في وصف يصاحب هذه الصور الإيمانية، ريثما يؤدي المسلمون هنا شعائر صلاة الجمعة. سنكون معكم في هذه الدقائق منتظرين وإياكم ارتفاع النداء الأول لصلاة الجمعة في هذه الرحاب الطاهرة، والذي يرفعه بإذن الله المؤذن الشيخ محمد بن أحمد باسعد، ثم نستملي وإياكم هذه الصور لجموع المسلمين في رحاب المسجد الحرام بين طائف وساع وداع وذاكر وراكع وساجد وقارئ للقرآن حيث تنزل أول مرة. هذه جنبات المسجد الحرام تحتضن قلوبا باشرها نور الهدى وخفقت بحب خالقها وحب نبيه عليه الصلاة والسلام وحب بيته المعظم، ثم ها هي تلتف حول الكعبة المشرفة في انتظام مهيب، تقر وادعة هانئة على ضفاف النور ومطلع الهدى. كما تشاهدون هذه ساحات المسجد الحرام تقبل جباها طالما يممت قبل البيت في كل صلاة، فتضيء بضياء الهدى المنبثق من قبلتهم. ثم ها هي تلك الجباه تشرق إذ تقبل على ربها ساجدة في ساحة بيته الحرام. هذه أروقة المسجد الحرام
تظلل نفوسا رفرفت فيه كحمام الحرم، نفوسا تتسامى تطوف حول كعبته تحلق فرحة بفضل ربها وقرب بيته. وهذه أيها المشاهدون الكرام الكعبة المشرفة، وهي تتوسط سويداء البيت وسويداء كل عين تبصرها وسويداء قلب كل مسلم. ها هي تزدهي بردائها الحريري الجديد المنسدل على جنباتها، والذي تلتمع فيه خيوط الذهب ناسجة رسم آيات كتاب الله في أركانها. لحظات أيها المشاهدون الكرام، ويرتفع النداء الأول، يرفعه المؤذن الشيخ محمد ابن أحمد باسعد. الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة Oh
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أيها المشاهدون الكرام، رفع النداء الأول لصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام في هذا اليوم المبارك السادس من شهر الله المحرم عام 1446 هجرية، ونحن وإياكم في هذه اللحظات نستملي جلال وجمال الكعبة الغراء، وهي تتوسط قلوبنا وقلوب المسلمين، ثم هي تزدهي بردائها الحريري الجديد المنسدل على جنباتها، والذي تشرق فيه الآيات الكريمات ذهبا وفضة. وكانت الكعبة المشرفة قد ازدهت بردائها هذا قبل أيام في مطلع هذا العام الهجري الجديد. هذه الكسوة التي أهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تشير إلى جانب من جوانب العناية السابغة التي يوليها حفظه الله الحرمين الشريفين طاعة لأمر الله فيهما، وأداء لحقهما، ورعاية لقاصديهما، وحفظا لأمنهما. وفي كل ذلك يعضده ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يتبعه أبناء هذه البلاد المباركة، فيقدمون لبيت الله وزواره كل جهد وعناية وحدب ورعاية يترجمها العمل الدؤوب والبذل الكبير. ها هي الكعبة الغراء بحسنها وجمالها وجلالها. أيها المشاهدون الكرام، وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادر معظمهم هذه الرحاب المقدسة إلى بلادهم آمنين، محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، قد من الله عليهم بأداء حجهم في يسر وسهولة وأمن وأمان. نسأل الله لهم القبول، وأنهم عادوا إلى ديارهم كما ولدتهم أمهاتهم، قد حط الله عنهم خطاياهم وقبل حجهم وعملهم وبارك لهم ما قدموه في نسكهم. ونسأله سبحانه أن يبلغكم أنتم أيها المشاهدون الكرام هذا المكان المبارك، ملبين كما لبى إخوانكم، طائفين كما طاف بهذا البيت من جاءه قبلكم، مالئين أنظاركم من منظر هذا الحسن والبهاء لكعبة الله، مصلين في ظلالها، قارين في جنبات المسجد الحرام، عاكفين ناهلين من منهل البركة في زمزم. وقد بلغكم الله حج بيته وزيارة مسجد رسوله، فتعودوا كما لا.
أيها المشاهدون الكرام، ونحن وإياكم في هذه اللحظات والمسلمون هنا ننتظر موعد صعود إمام وخطيب المسجد الحرام صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد درجات منبر المسجد الحرام مسلما على المصلين، ليرتفع إثر ذلك مباشرة النداء الثاني لصلاة الجمعة يرفعه المؤذن الشيخ ماجد بن إبراهيم العباس. وهذه كما ترون جموع المسلمين تملأ ساحة صحن المطاف وجوانب المسجد الحرام وأروقته، وتفيض بهم المسارب المؤدية إليه، ثم هم طائفين عاكفين ينبض بهم البيت الحرام، وتزهو بهم الكعبة المشرفة وهم يصطفون حولها منتظرين بدء خطبة الجمعة وأداء صلاتهم، بينما تحوطهم في كل وقت وحين عين الله ورعايته وأمنه. خطيب المسجد الحرام يصعد درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها المشاهدون الكرام، أدى المسلمون هنا في رحاب المسجد الحرام صلاة الجمعة، وقد عشتم معنا هذه الأجواء الإيمانية ونحن ننقلها لكم عبر قناة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وهنا عند مشارف نهاية هذه الفترة من النقل المباشر، يطيب لي أن أنقل لكم تحيات الزملاء العاملين معي خلال هذا الجزء من النقل من هنا من رحاب المسجد الحرام. من المكبرية محمد بن سعود العمري، هندسة الصوت ريان بن عبد الله حمزة، الإخراج عمار بن أحمد هندية، الإشراف العام الأستاذ صالح بن سليمان الأحمدي. وتقبلوا تحياتي أنا ياسين اللحياني، قد رافقتكم صوتا وتعليقا على الصور التي تهادت إليكم خلال هذا النقل المباشر. تقبل الله منا ومنكم وبارك لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.